فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا حينما أصحو من النوم أجد بقعة كالماء على ثيابي ولا أدري أهي مني أم مدي. لا، هذا احتلام، هذا احتلام وأنت ما دريت وما تشعر. إذا وجدت أثرا للاحتلام وأنت ما شعرت به لازم تغتسل، لأنه يمكن لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني يغتسل من ماء الاحتلام مطلقة، شعرت به ولم تشعر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.